حكيم دكار اليوم في وادي سوق وفي مهرجان الدولي للمونتران النسائي في طبعته الثالثة، ماذا تقول؟ أولا شيء جميل دائما أن نكون في مدينة دواد، المدينة الحبيبة على قلبي، ودائما مسرور بتواجدي هنا مع أصدقاء وزملاء ورفاق وحتى ناس سوف الطيبين. أكيد حضوري هنا في المونودرام النسوي يزيدني فخرا لأن نكون حاضر في هذا التظاهرة. كي الإنسان يشوف كثير من التجارب، كثير من الأعمال من مختلف القارات، من مختلف الأوطان، وهذا في حد ذاته شيء جميل أنه نعرف تجارب الآخرين في أمريكا، في أوروبا، في آسيا، وشي جميل نعرف بعضنا ونعرف تجاربنا ونعرف أفراحنا وألامنا. ومن خلال الأعمال السيدات الخشبة في هذه التظاهرة أكيد راح نعرف مدى تطور المسرح عند الأشقاء وعند الأصدقاء وكذلك تجاربهم، ومن خلال المسرح نعرف حتى مجتمعاتهم كيف وثقافات. ففي حد ذاته هذا شيء جميل، احتكاك بفنانين مختلف الأوطان شيء جميل جدا، تقارب، وكذلك أكيد راح يكونوا سفراء لبلدانهم، وأكيد احنا راح نكون فخورين أنهم يكونوا ضيوف الجزائر. جميل جدا. لو تحدثني عن المونتران النسائي، هذا الفن المسرحي في الجزائر؟ لا أكيد، أنا نقول لك باللي المسرح في حد ذاته هو تجربة عريقة في الـ في الـ في, الـ في الجزائر، يعني حتى من فرقة قبل فرقة جبهة التحرير الوطني كانت هي تجارب وكذلك، ولكن بعدها أكيد أنه المسرح النسائي حاضر بفنانات قدمنا للفن الجزائري الكثير، وهنا معروفات الآن جيل بعد جيل، والجيل هذا أكيد أنه متشوق أنه يكمل مسيرة المبدعات السابقات أو الآن. أنا أظن أنه يبقى أنه نشوف هذه المبدعات الجزائريات وش قدمنا من أعمال من ما جادت به إبداعاتهم. أظن أنه كاين شوط كبير قصته الفنانة الممثلة الجزائرية الهاوية للمسرح المحترفة للمسرح في مجال المونودرام بصفة عامة أو المسرح النسوي في سمعة بصفة خاصة، وعندنا مخرجات الآن المرأة الجزائرية الآن هي ممثلة وهي كاتبة وهي مخرجة وهي سينوغرافية وهي مشرفة على الإضاءة، فهذه جميل جدا أنه تكون في هذا الميدان كله.